فهد الحيان يكشف عن أجره في طاش مطاش. كشف الفنان السعودي فهد الحيان قيمة أجره عن مشاركته في مسلسل طاش مطاش، والذي بدأ عن المشاركة فيه في الجزء الثالث، كما تحدث عن شرطه للانضمام إلى الجزء الجديد. وأوضح فهد الحيان خلال حلوله ضيفا على قناة سي بي سي أن أجر مشاركته في الأجزاء السابقة في طاش مطاش كان زهيدا للغاية، وهو من 300 إلى 500 ريال فقط. وأضاف فهد الحيان: حققنا بطولة على مستوى العالم العربي، وصورنا في أبها والباحة ودخلنا في المجاري. وأردف فهد الحيان أنه توقف عن الكتابة والإنتاج في طاش مطاش الجزء الجديد، وذلك بسبب العرض الذي تم عرضه عليه، وهو الظهور في حلقتين فقط من المسلسل. تابع نجم طاش مطاش أنه فوجئ أن فريق العمل أرسل إليه حلقتين فقط على الرغم من رفضه إحداهما من قبل. وقال فهد الحيان أن شرطه للظهور في طاش مطاش أن يظهر كل حلقتين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن المسلسل كله عبارة عن 20 حلقة فقط.